أهلا بحضرتكم. خلال الساعات الماضية ضربت العاصفة دانيال مناطق من شرق ليبيا، وبحسب البيانات الرسمية أسفرت العاصفة عن حدوث وفيات ومفقودين جراء الأمطار الغزيرة والسيولة التي تشهدها المنطقة الشرقية. كما أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الدكتور أسامة حماد مدينة درنا شرق البلاد مدينة منكوبة، داعيا لتوجيه كافة الجهود إلى المدينة لإنقاذ العالقين. وعشان نعرف تفاصيل أكتر عن تأثير العاصفة دانيال والوضع في ليبيا، معانا الباحث الليبي إدريس حميد. أهلا بحضرتك معانا يا فندم. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. شكرا لحضرتك يا فندم، وخليني أبدأ مع حضرتك بالوضع في شرق ليبيا. طبعا الوضع صعب شوية بسبب العاصفة وانقطاع الكهرباء والاتصال، وحضرتك موجود في الجنوب، ممكن تكلمنا عن الوضع في الجنوب وآخر الأخبار عندكم يا فندم؟ شكرا على الاستضافة. طبعا كل التركيز على العاصفة دانيال التي وقعت في الشمال الشرقي من ليبيا. أما فيما يتعلق بالجنوب، طبعا الجنوب منطقة صحراوية بعيدة عن الساحل، فالحديث عن التركيز كله عن الشمال الشرقي وهذه العاصفة التي ضربت المدن من بنغازي إلى طبرق، وتضررت يعني المرافق العامة، وأدت يعني بالأحرى إلى خسائر بشرية وإلى خسائر مادية بسبب يعني هذه العاصفة وهذه الأمطار الغزيرة وسرعة الرياح، وهي كارثة طبيعية تجتاح ليبيا، تحتاج إلى تضافر الجهود وحشد الهمم من أجل مواجهة هذه. كما نعلم أن ليبيا الحقيقة تعاني من إشكاليات فيما يتعلق بالبنى التحتية وبالاستعداد لمثل هذه الحوادث والكوارث الطبيعية والتي لم تحدث منذ سنوات. لذلك بذلت الحكومة الليبية مجهودات، أيضا الجيش الوطني أيضا بذل مجهودات كبيرة، أيضا حكومة الوحدة الوطنية أيضا أعلنت حالة الطوارئ، وكما سمعنا أن طبرق أيضا أعلنت أن هي درنا منطقة منكوبة، ودفع بمساعدات وعناصر بشرية من السلامة والإنقاذ لهذه المناطق. طبعا هذه العاصفة خفت اليوم وسوف تنتهي يوم غد الثلاثاء، وهي متجهة إلى الشواطئ المصرية. نتمنى أن يحفظ الله البشرية وهذه المناطق في مصر وفي كل المناطق وفي ليبيا. نعم، اللهم أمين. طيب قولي يا فندم، إيه أبرز المناطق اللي تأثرت عندكم بالعاصفة؟ نعم، المناطق بطبيعة الحال سوسة وشحات، والأكثر تضرر هي مدينة درنا. مدينة درنا أيضا تضررت أضرار كبيرة. أيضا يعني نذكر أن الحكومة أعلنت إغلاق 4 مواني نفطية كبيرة اعتبار من السبت الماضي لمدة 3 أيام لتدارك ومواجهة هذه العاصفة. عدد الضحايا 25 قتيلا وربما يزيد العدد. أيضا هناك مفقودين من الجيش، 5 جنود مفقودين بآلياتهم. أضرار يعني لم يتم حصر الأضرار بشكل نهائي أو الأرقام، بحيث يمكن أن نقدم أرقام واقعية فيما يتعلق بالأرواح أو القتلى. طبعا الخسائر المادية أو في المعدات وفي الأبراج الكهرباء وفي الطرق، ويعني أضرار بطبيعة هذه العاصفة، هناك أضرار كبيرة في البنى التحتية، بالتأكيد هدع للناس، تشريد الناس، فهناك خسائر كبيرة في هذه العاصفة. نعم. طيب قولي فندم، هل الأوضاع حاليا مستقرة؟ نعم، الأوضاع تسير نوعا ما. طبعا ليس هناك استقرار لأن هذه كارثة طبيعية سببت القلق وسببت يعني حالة الطوارئ واجتماعات الحكومة والبرلمان والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والإنقاذ، يعني وضع يمكن نصفه وضع يعني طوارئ
لربما هناك يعني تطورات جديدة، يعني محاولة الإنقاذ، محاولة يعني مساعدة الناس، محاولة أيضا ما بعد ذلك تعويض الناس. نعرف أن ليبيا دولة تملك إمكانيات، لكن للأسف الشديد يعني بسبب الظروف التي تعيش ليبيا بسبب الانقسام، ليس هناك أي اهتمام ب أو استعدادات لربما تحدث طوارئ أو مثلا أعاصير أو أي أشياء أخرى، كوارث طبيعية. وهذا ما يجعلنا نتحدث عن يعني الوضع السياسي في ليبيا وظروف استقرار الدولة وصرف الإمكانيات وبناء وبنية تحتية. البنية التحتية في ليبيا تعاني منذ سنوات طويلة وهي متوقفة، ناهيك عن هذه السنوات 12 التي حدث فيها انقسام وصرفت فيها كثير من الأموال ولم تذهب إلى البنى التحتية. نعم يعني ربنا يعدي الوضع على خير يا فندم، وأنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، وإن شاء الله هنتابع مع حضرتك كل المستجدات. شكرا على اهتمامكم. شكرا. أستاذ إدريس حميد بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معانا. بشكر حضرتك يا فندم شكرا جزيلا، وبشكر كمان حضراتكم على المتابعة. كنت معكم أنا منى يحيى، وإلى اللقاء.